طلعت واحد على المجال تروح عليك. المهمة الثالثة كذلك اللي عندنا الكلب رحمكم الله يقوم بالشكل هذا، يضرب من قاعدة ثم يتجه إلى داخل قاعدة مفروض، قد لا يتجه المرة الأولى، بعد كذا تقدر تسحبها بأي طريقة كانت، ما عندك أي تشكيل، لكن يجب أن تكون تحريك الكلب المرة الأولى باستخدام القوس، يعني ما تجي المرة الأولى على طول تمسك وتسحب تلو دقة بسيطة، لا بد تضرب القوس للحركة في بس. تضرب بطريقة معينة تدفع إلى الأمام مرة واحدة كان به وقف وقف عليك وقت لم يدخل يمكن أن تسحب أنت بطريقة ما وتدخل الكلام القاعدة بالروبوت طبعا. عندك خمسة يعني هي مكالمات الفيديو هذه تكون الإعلام بالشكل هذا إلى الأسفل، وهناك نموذج آخر كذلك يكون الإعلام نايم كذلك بالشكل هذا على الروبوت أن يعدل هذا الشكل فقط يرفع أي طريقة كانت سواء باستخدام الذراع أو ممكن من هنا أي كان. أهم شيء في الأخير أن يتعدل الإعلامين بالشكل هذا كل واحد كذلك له اللي هو طبعا درجة يقول لك هل هو علم واحد معدل أو اثنين أو سبعة أربعة الكرسي بيكون بالشكل هذا غير مصلح لاحظ مو مركب بشكل سليم موقعه هنا على الروبوت أن يخرج من القاعدة يسحب الكرسي إلى القاعدة حلو ثم يصلح الكرسي بشكل سليم هالشكل صلح الطالب يده مو بشرط لازم يعني خلفه تماما ممكن ينفذ مع بكره الطالب الاخر ويصلح ثم يحولون الروبوت مهم المهام يضعون الكرسي على الروبوت ويتجه تحت الطاوله بشكل اي جزء من الكرسي تحت الطاوله هو بيرجع مكانه هنا تحت الطاوله يعني يجي الحكم من فوق يشوف بشكل افقي هل الكرسي داخل تحت الطاوله او لا اي جزء من الكرسي كذا تعتبر ينفع كذا تعتبر نفذت المهمه بعد عشان تبقى في رقم 6 اللحاف هنا عندنا نوعين من اللحاف في شيء سهل وفي شيء صعب اللي باللون البرتقالي هذا يعتبر اصعب اثنين بتكون متواجده هنا واثنين في مكانها بالضبط نفس الشيء في المكان واثنين بتكون متواجده هنا على الروبوت ان يحملها يضعها بهالشكل تصير ملامسه للمنطقه السوداء الصعبه شويه ممكن هو عشان كذا عليها درجات اعلى البرتقالي ممكن تجمعهم انت بالشكل هذا تحطهم في مكان واحد صحيح صحيح اهم شيء ان الاثنين ملامسين للمنطقه السوداء في اي حركه او من الناحيه الثانيه بالشكل واحد الحال ما في مشكله لكن لو جيت بالشكل هذا هذا الان تحت ملامس صح؟ والثاني جبته بالشكل هذا بالضبط تعتبر هذا غير ملامس ما يحسب يحسب لك اللي تحت بس ملامس المنطقه السوداء لازم تاتش لكن اللي فوق هذا غير محسوب كذا غير محسوب لازم تتمسك نفس الكلام ينطبق على اللحف الزرقاء بالضبط لابد ان تكون اللحف ملامسه للمنطقه السوداء بهذه الطريقه بالشكل هذا غير ملامسه اللي في الاعلى واللي في الاسفل يعتبر ملامس إذا سقط أو نشوف من اللي ملامس ومن غير ملامس مثلا بالشكل هذا هذا يعتبر غير ملامس أي ما يحسب الحكم بيشوف آخر شيء ما راح يشوف اللعب بعد ما تخلص اللعبة تمام دقيقتين ونص راح يشوف الحكم أنا حسب قطع الترابيزة ما في مشكلة عادي حسب قطع